الفجر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن الآن في منزل أسرة أخونا مصطفى الجليلي ونجاة زين العابدين وابنها إبراهيم، وبشرفنا هذه الأيام أخونا الباقر العفيف المختار في زيارة له لمنطقة مزيه، و هذه الليلة كانت الخطة كانت أن نلتقي جميعنا كل الجمهورين الموجودين في مونتريال حتى نستمع إلى أخونا الباغر عن انطباعاته عن لقائه مع الأستاذ، عن أحاديثه مع الأستاذ، عن ذكرياته في داخل المجتمع الجمهوري. ولظروف معينة تأخر الوقت ولم يتمكن أخونا سهيل بدول ولا أخونا عمر عبد الله أن يحضروا معنا هذا المجلس، وبنبتدي يقترح علي هذه المجموعة أن نبدأ بالإنشاد قبل ما يبدأ أخونا الباغر في سرد حكاياته اللي نتمنى كلنا أن نستمتع بها جدا. الله 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 فاسقها القرآن تلقي الذكرى. الله 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 دوحة النسيان ما لها أفنان فاسقها القرآن تلقي الذكرى. الله 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 هذه الأبدان تحمل الصلبان هذه الأبدان تحمل الصلبان هذه الأبدان تحمل الصلبان هذه الأبدان تحمل الصلبان من عليها فان جدد يا عمر. الله 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 موعدي قد حان من دعاني بان 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 نبيت الآن ساقني طهرا. الله 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 والطلاء إن راق يفضح الحذار والطلاء إن راق يفضح الحذار والطلاء إن راق
يفضحي الحداد والطلع يداك يفضحي الحداد كذا الأشواق تهتك السترة الله الله والحبير ركبان أول الأوطان والحبير ركبان أول الأوطان والحبير ركبان أول الأوطان وربته الأكوان والتي الصبر الله كانت أيام محكمة الردة. فالمسألة فيك كده يعني بس خطر في ذهني يا ربي الردة دي شنو والزول ده معلوم قال شنو كلام زي ده يعني. طبعا سمعت كلام قال الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر وأنه ما بيصلي ده أنه ما بيعمل الفحشاء والمنكر. بعد ذلك يعني ما سمعت حاجة خالص لحد ما خشيت المدرسة الثانوية وأنا في سنة ثانية ثانوي جاء علينا أستاذ مسعود محمد علي في مدرسة الفوهة الثانوية ودرسنا اللغة الإنجليزية من خلاله أنا قرأت كتاب الرسالة مش الرسالة الثانية قرأت كتاب القرآن والأستاذ محمود والفهم العصري وأستاذ محمود أستاذ مسعود كان يعني من الأساتذة اللي تركوا انطباع في أسهلنا نحن الطلاب. أول حاجة هو كان الوقت ذات يعني يبدو أنه أصغر واحد من الأساتذة
في نفس الوقت كان عنده علاقة جميلة جدا مع الطلبة، يعني بيقضي معهم وقت طويل وبيقيم معهم علاقة على المستوى الاجتماعي يعني. فعادي مثلا بيلاقي الطلبة في السوق، سوق الحوش بالليل، بيقوم بيعزموا مثلا فول في المطعم مثلا، ولو قالوا والله شكرا يا أستاذ وكده بقول لهم اسمعوا دي فرصة ما بتلقوها، أحسن تقعد كده واطلب كده يعني. فكان كان كان popular، كان محبوب جدا في المدرسة كلها يعني. لكن أنا شخصيا كانت عندي معاه علاقة خاصة، كنت شاعر به وهو يعني بيعتبرني واحد من تلاميذه المدرسة، وزي برضو كم عايز زارني في بيتنا كثير واتعرف على أهلي في الحوش، وما أفتكر يكون في مجموعة في طلبة كتار من مسعود زارهم في البيت في بيوتهم يعني. لكن أنا كان عندي إحساس بأنه هو يعني برضو بيحمل لي نوع من التقدير يعني. فجيت لقيته مرة بيقرأ في الكتاب، ولقيت الكتاب هو كتاب القرآن واسمه محمود الفهم العصري، وقمت سألته قلت له، لقيت مؤلف الكتاب محمود محمد طاهر، فسألته قلت له منو محمود محمد طاهر؟ أنا باي ذات تايم زي نسيب أي حاجة يعني. هو يعني زي قرعني كده وكيف أني أنا ما بعرف محمود محمد طاهر، لكن في نفس الوقت كنت بعرف مصطفى محمود المصري يعني بدري ليه وكده. فأنا طلبت منه قلت له طيب يعني الوصف اللي قاله مسعود للأستاذ محمود ما ممكن أنا أنساه، لأنه قال لي كيف ما بتعرف، قال لي هل بتعتبر نفسك زول سوداني، أنت سوداني ما بتعرف أهم مفكر إسلامي في العالم كله الآن؟ فقلت له خلاص اديني كتاب نقراه. اداني له وفرض شروط كده اني ارجع له في خلال اسبوع واوريه اني فهمت منه شنو، شلت الكتاب مشيت قريته. وعند تجربتي مع قراية الكتاب كانت غريبة جدا جدا، اول حاجة كنت مصر على اني اقراه كله ومصر على اني افهمه، لانه استاذ مسعود قال لي تو تجي تورينا فهمت منه شنو. تجربتي مع قراية الكتاب يعني اصلا ممكن انساها، لانها كانت نوع من القراءات اللي أنا عانيت فيها معاناة شديدة جدا يعني. كل الخطاب اللغة بتاعت الأستاذ كانت غريبة علي، ولغة التصوف كله غريبة علي. وأنا الأيام دي في الوقت ده كنت قارئ للأدب وبحفظ الشعر وبالذات شعر السياب، وكنت مصور نفسي كده لما أكبر ببقى أديب وببقى ناقد بتخصص في الشعر السياب. بعدين برضو كنت بقرا لمصطفى محمود في صباح الخير وفي كتبه اللي يصدر. فاللغه بتاعت الاستاذ كانت جديده علي، وهي فيها لغه التصوف. ومن اول الحاجات اللي لاحظتها في كتابات الاستاذ انه يقول الفرق بين هذه الاشياء، مثلا الفرق بين كذا وكذا، فرق درجه وليس فرق نوع مثلا، دي من العبارات اللي كنت بجيف عندها وكده. انا في كتاب القران مصطفى محمود ما يعني ما في جزء وقع علي كده من اول واحد لو فهمته وتفاعلت معاهم الا الكلام عن الموت، الحديث عن الموت. وانا الاستاذ كان بيقول لي مصطفى محمود أن كأنما أنت مصطفى محمود بيقول يعني أين الملوك وأين الناس القدام وأين كلهم تحت الرد، وأنه ما دام ما في مفر من الموت ما حد يخاف من الموت، يعني كان دي الفكرة بتاعت مصطفى محمود. والأستاذ طبعا كلنا بنعرف بالأولى خاصة عزيزا، وأنه الموت الانتصار على الخوف من الموت ما بيتم باليأس من الحياة، دي كانت من العبارات أنا يعني وقعت فيني موقع عظيم جدا. المهم قريت الكتاب ورجعته
للأستاذ مسعود في المواعيد الضربة هو، وكان سألني قال لي فهمت منه شنو؟ قلت له والله ما فهمت حاجة كثيرة، أنا شاعر بأن الكتاب يعني معقد علي ولغته جديدة علي كده، لكن الانطباع الخارج تبعه أن الأستاذ محمود يعني هو أستاذ يتكلم مع مصطفى محمود في موقع تلميذ. فأستاذ مسعود قال لي يا أخي والله أنت فهمت الكتاب تماما. فبعد ذلك انقطعت علاقتي مع القراءة للفكرة الجمهورية لمدة سنين، لحد ما جاء يعني وقت وأنا كنت شغال معلم في مدرسة الحوش الابتدائية، وجونا في المدرسة والدنيا كانت رمضان، وبعد ما الدروس ما انتهت والطلبة مشوا ونحن قاعدين كان في عادة بتاعت انه نقعد في المدرسة في المكتب نلعب كشتينة لحد ما المغرب يجي عشان نمشي نفطر. فجو خشين علينا مجموعة من الاثنين من الجمهوريين، واحد منهم كان احمد محمد احمد البشير، الثاني هسه نسيته. فجو شايلين الكتيبات بتاعت الجمهوريين دي وخشوا وقالوا لنا يا جماعه عندنا نحن تلاميذ الاستاذ محمد طه ونحن الجمهوريين وقادرين نعرض عليكم الكتب دي. ففي ثلاثة نحن كلنا كنا زي ستة ناس في المكتب، فينا ثلاثة اشتروا، أنا ما كنت اشتريت من الناس اللي اشتروا، والباقيين ما اشتروش، أي واحد اشترى كتاب، فهذول مشوا، ونحن وصلنا لعب في كشتونة، فأنا لما غلبوني مشيت قعدت برا منتظر دوري يجي، فلقيت واحد من الكتب الجنبية جريته كده لقيت عنوانه الغرابة في الدعوة الإسلامية الجديدة، فقمت قريت بورا لقيت في كلام كده عجبني جدا، يعني قريته كده وكان سلس بالنسبة لي، ففتحت الإهداء برضه لقيته إهداء قوي جدا جدا، يعني من الحاجات اللي أصلا كلها جديدة، تجربة جديدة، يعني لغة جديدة، المواضيع ذات جديدة. فمشيت قعدت أقرا فيه لحد ما كملت في قعدتي دي، فمسكت البعض وبرضه بدأت قريت العنوان وقريت بورا وقريت الإهدى برضه لقيته حاجة ظريفة جدا. فالمهم لما انتهينا قمت الجماعة اللي اشتروا الكتب هم اشتروا وخدتوها كده في طرابيزهم وما اهتموا بها بعد ذلك. فأنا قمت طلبت منهم استأذنتهم انه اشيلها اقراها، قالوا لي تشيلها، فقمت شلتها ومشيت قريت الكتابين الباقيين. بدا قال يعني خلاص يعني زي ما بيقولوا طلقوا فوق النار، وجيت بعد كده عايز المزيد. فبقيت امشي الف في السوق بتاع الحوش واسال اقول يا جماعه الناس اللي بيجوا شارين الكتب شاري الكتب معي، الكتب الزي دي ما جو بي جاي ما شفتوهم بهنا، ما لقيت لهم اثر. في واحد قال لي يا اخي الناس دي انا شايفهم في مدني بيكونوا شارين الكتب دي في مدني وبتاع، لو مشيت مدني بتلاقيهم. قلت كويس، قمت سافرت مدني وبقيت يعني اقوم النهار كله الف وما اشوفه ما القاه كله فيه. وكنت بمشي هناك لخالتي في مدني وعندهم برضه اولادهم شباب كده عندهم عجلات، فبقوم بشيل عجله واقوم لفي بيها السوق بفتش على الجمهوريين ما لاقي فيه. فلما بعد قعدت فضلت اسال، لما سالت في واحد قال لي يا اخي الناس دي ما بيجوا بالنهار، الناس اللي بيجوا بعد المغرب او في بعد المغرب كده في المساء، لو جيت جنب السينما وجنب الحتات اللي هنا دي بتلقاهم. فمشيت فعلا ببحث وافتش لحد ما
لقيتهم. فلقيتهم وبتذكر أول زول أنا لقيته في حملة وشلت منه الكتب اللي في يده كلها، يعني اشتريتها، كان هاشم الحاج. لأنه ذاته استغرب ده الزول ده ماله، يعني بيشتري بالجملة كده. بعدين فبقيت يعني ده الشخصيتين ذكرتهم ليترون لما أنا يعني جيت التزمتها، اللي هم أحمد محمد أحمد البشير وهاشم الحاج. فضلت بعد ده خلاص عرفت ألاقي الجمهوريين وين وكده، فبقيت قدر ما أمشي المدني بمشي مخصوص عشان أجيب كتب، فأقوم أشرك للجماعة دي لما نلقاهم، فبقوم بكل بس بطلع قروش الرجعة، قروش الرجعة للحوش، وبما أملك من قروش بشتري جميع الكتب بتاعت الجمهوريين اللي بلقاها جديدة وبرجع بيها، برجع بقرا. فبقى دي متعة يعني أصلا ما بتعديلها بالنسبة لي أي متعة ثانية. فقريت وبقيت يعني تكون في إشارات لكتب في الكتب، وأشوف عنوان الكتاب وكده فما ألقاهم، فأقوم أكتبهم أنزلهم كده في قائمة، والدور الجاي لما نمشي بمشي ببحث عن الكتب دي بالتحديد وكده. مين تجمعت عندي كمية كبيرة جدا من الكتب. المفاجأة الكبيرة حصلت كمتين، أني أبوي شافني يعني بجيب في الكتب دي بكميات كبيرة وبقرأ فيها وكده، فقام ناداني قال لي تعال نوريك الحاجة دي. فأبوي عنده مكتبة صغيرون كده زي يعني زي الطبلية كده شكلها، فقام فتحها وطلع منها كتب، فيهم ثلاثة كتب للأستاذ محمود، واحد لا إله إلا الله، وده كان تقريبا زي المعدوم في الوقت ده يعني، وواحد اسمه الإسلام برضه كتيب صغير، والثالث نسيته الآن. فقال لي شوف أنا بقرأ الأستاذ محمود وكده، فقمت شلت منه الكتب ده برضه وقريتهم وضميتهم للمجموعة بتاعتي. فبعدين جات مرحلة قاموا ودونا فيها تدريب بتاع المدرسين في رفاعة، فالفترة اللي قعدناها في رفاعة تقريبا كانت زي أسبوعين. بقى دي لقيت فيها بقيت أمشي فيها الدين الجماعة اللي ما نقدر نقول عنه. أيوة في المدرسة اللي إحنا بنتدرب فيها كان عامل لمون عبد الغفار، هو الغفير حق المدرسة، وشافني يعني مهتم كده بالفكرة الجمهورية، فيا بقى يتكلم، بقى لأول مرة أنا أسمع حديث عن الفكرة الجمهورية من جمهوري يعني، ويجاوب على أسئلة وكلام زي ده، وبيجي يوفر لي الكتب، يجيب لي الكتب الأساسية اللي هي أنا ما كان لحد الوقت ده قريتها. فهو لقيت منه كتاب الرسالة الثانية، ولقيت منه مجموعة من الكتب الأساسية، ومن ضمنها طريق محمد. فقريت الكتاب بيمكن أصبحت يعني أقرأ المزيد من الكتب، لكن في نفس الوقت بقيت أزور الأخوان في الدائمة بشكل منتظم. لأول مرة مشيت حضرت جلسة كان في الدائمة، كان معتصم محمد الحسن وخالد الحاي، مرة كان جلسة برئاسة معتصم، بعد الجلسات كلها كانت، أفتكر أول جلسة حضرتها كان برئاسة معتصم، حتى أنا ظنيت خلاص إنه معتصم ده هو كبير أو رئيس الزمن ذاك الجمهوريين في رفاعة، لكن لما جيت لجلسة ثانية كان في حق خالد الحاي. فالبيئة كانت سنة 78، فقمت رجعت بعد
أحداث انتهينا من التدريب. وفي أثناء التدريب ده أنا اشتغلت في ورد الفضل اللي هي قرية ناصر رامي. المهم لما انتهيت رجعت تاني الكوش. في الفترة دي هذه عادي تقريبا الفترة اللي أنا فكرت فيها بشكل جدي يعني أنا التزم في الفكر الجمهورية. رجعت بقى قضيت في قام لبنوني من الحوش للقرية جنب الحوش قرية فقيرة فقر موقع اسمها الكراتيب. ولا قريبة بحيث أني أنا أسكن في الحوش وأمشي يوميا وما بعيدة بالدرية الواحد يقتنع بأنه اسكن فيها. مشيت لقيت فيها سكن عجيب جدا جدا، سكن مدرسين بانينه خارج القرية. وفي الخريف يعني البيت بتاع المدرسين ده بيكون هو يعني زي ملجا للتعابين في الاريا كلها. يعني انا كنت ساكن في مستوطنه بتاع التعابين في حبيب كمان. والفتره دي كانت فتره عجيبه جدا. اول حاجه قررت فيها انه انا اسيب المهنه بتاعت التدريس دي واني ارجع الجامعه. في نفس الوقت يعني مارست فيها لأول مرة طبقت فيها المنهاج وابتديت أطبق في طريق محمد حسب ما مكتوب في الكتاب في حذافيره يعني. الصيام بتاع الاثنين والخميس وصيام ثلاثة أيام الأوائل من الشهر وثلاثة أواخر. بعدين ناس الحلة ترى كراتيب دين قالوا أظن ولي ولا حاجة ابتدوا يعتقدوا فوقهم ذاتهم شافوا زول بيقوم الليل. وكنت بقوم الليل وكنت لما تيجي تكون مولعة غريبة لسه حكاية الظلمة دي ما كنت عرفتها الوقت الدائم. وكان في واحد فقير القرية الفكي يعني بعدين الطلبة شافوا عليه لصوم كثير والمدرسين والناس الحلة طبعا يعني عرفوا عليه لصوم وكده فبيجوا يرسلوا لي البليلة وشيخ الفكي بتاع الحلة ده بالليل ساعات الأولى شافوا زول لمبة مولعة كده تقوم تجيب لي أولاده برسل لي مع أولاده لبن وكده. فقضيت في بعدها كنت بذاكر عشان أمشي الجامعة. فامتحنت وخشيت الجامعة في الأثناء دي كان أخوي بشرى في الجامعة وكان بيجي يكلمني عن داري يقول لي يا أخي دي ده راجل فظيع جدا جدا ويحكي لي عنه قصص كده اقرب للخيال يعني كيف انه عنده قوه بتاعت منطق قويه جدا وكيف انه الطلبه دي يدمنوا الحكم بتاعه وقال لي لازم تجي تشوف الركن ده. فقلت له كويس فجيت فعلا وحضرت اول ركن لداري ومن القصص بتاعته حقيقه كونت صوره لذلك ده كده يعني شكله بتاع يعني اصبح عندي تصور من كثره الكلام حولي. لما جيت لقيت اصله شكله بعيد جدا جدا عن الحاجه اللي انا كنت مصورها له يعني حتى يعني اصبت بخيبه امل كده يعني في الاول. لكن طبعا بعد شويه سمعت الحديث والكلام فعلا شعرت بان النص اللي بيتكلموا عن ذلك عندهم فعلا سبب قوي يخليهم تكلم عنه بالصورة الكبيرة دي يعني. بعد ذاك أنا كلمت بشرى أخوي قلت له أنا عايز أمشي أشوف الأستاذ محمود محمد طه لحد الوقت ذاك أنا ما شفت الأستاذ. فقال لي جدا أنا بعرف بيته وين أمشي له اليوم. فعلا مشينا أنا وبشرى زرنا الأستاذ محمود. بشرى شخصية تختلف مني اختلاف كبير جدا جدا. راجل very conservative يعني راجل محافظ جدا وبوليستيك وممكن يكون يعني عنده حاجه واحده بس بيمسك يعني فيها خلاص. بعدين ما بتاع مخاطر يعني ما بغامر. وفي نفس الوقت لما جاء في سنة أولى في الجامعة افتكر لحد سنة ثانية بعض الأخوان كلموني ناس القرية افتكر كان بيصوت للأخوان المسلمين
لكن من سنة ثالثة أصبح ما بيصوت للأخوان المسلمين، أصبح عنده رأي سيء جدا فيهم وبقى زي الصديق للجمهوريين. لكن هو برضه بشرى عايزنا أنا أبقى زيه، أبقى بس صاحب صديق للجمهوريين من بعيد لبعيد كده وأعجب بيهم وأقرأ وبتاع، لكن ما أخش في المسألة دي. لحد نمشي للأستاذ ونزوره كان بالنسبة له ما مشكلة يعني أوكي. فعلا مشينا وزرنا الأستاذ بدأ لأول مرة أمشي وأزور الأستاذ، ده كان في سنة 79. وطبعا بشرى كان بيحكي لي من قبل ما أصل، يقول لي أنا رجل متواضع وبسيط وبيته عادي جدا يعني زي بيوت وكذا، ما في فرق بينه وبينه كذا، ما بتحس بأي رهبة ولا أنك أنت قاعد لك وسط جمزور مهم جدا وعظيم كذا يعني. فبالفعل يعني الكلام اللي قاله لي بشرى طلع صحيح يعني. فقعدت فعلا وحضرت الجلسة وكان فيها إنشاد، وأول مرة أسمع الإنشاد وشفت له إعجاب شديد جدا جدا. وبتذكر أول قصيدة أنا مما خشينا وسمعتها كانت يا ربي هيئ لنا من أمرنا رشدا. والمنظر كله كده عجبني يعني، الأخوات بي هنا والأخوان بي جاي والأستاذ قاعد وأمنا عاملة قاعدة جنبه، ويسلم على الزول ويسأله تجاهل منين وأهلكم منين وكده. بعد ذاك نحن لما قعدنا الأستاذ قال لنا هل جئتوا يعني زيارة ساكت ولا عندكم أسئلة عايزين تسألوها؟ فأنا قلت له والله ما عندنا أي أسئلة، بس نحن جئنا عشان زيارة ساكت. فقال لكم وسهلا وقعدنا لحد ما الجلسة انتهت ودعناه مع السلامة ومشينا. بعد ذاك أنا رجعت وش، ولما خلاص الجامعة فتحت ومفروض نرجع الجامعة جيت شال شهادتي ومشيت طوالي للأستاذ. و كلمته الأستاذ كان معي منونة، ما مذكر الساعة منونة الأخوان، لكن مشيت للأستاذ وقلت له والله يا أستاذ أنا قريت الفكرة الجمهورية وظليت أقرأ للمدرسين، والآن شعرت بأني عايز ألتزم. فقال لي يا أخي أهلا وسهلا، كان في النور حسن قاعد مع الأستاذ في الأوضة، فقال لي أمشي مع النور ده لألف، ولقيت الأخبار وأنا أعتقد أنه ألف كان. فبالفعل مشيت وبتذكر بيت ليلى في ألف، وكانت ليلى فيها اللاهب جوا الأوضة، كانت فيها سخانة رهيبة جدا يعني كتمة وغلبني ألوم كله كله لحد الصباح. بعد ذاك مشينا طبعا هو الجامعة، وبعد يمكن مرور أسابيع حتى لقيت دالي، ودالي عرف أني أنا يعني بقيت جمهوري وجيت الجامعة وكده. فبتذكر قال لي يا أخي كيف يا أخي أنت ما يعني ما عارف أنه بس تجي كده وتلبد يعني، ما نحن في الجامعة دي يعني زي شيوخ ولا حاجة زي دي يعني. نعم لا انا بقبل. فالمهم انخرطنا بعد ذاك في النشاط طبعا،
الجامعة في الكلية أنا كنت الجمهوري الوحيد في الكلية. كانت عطيات الوحيدة في الكلية وخرجت كوبالي. قبلها كان بشير بكار الوحيد في الكلية وخرج. يعني على طول المدني زمان بشير لحد ما جاء عطيات كان واحد يكون في زول واحد في الكلية. أنا لما جيت كنت الوحيد في الكلية. لكن يعني بعد أول حاجة كنت عايز أمشي. كنت مدمن حضور الأركان طبعا وعايز أمشي وسامع بالوفود. عايز أمشي وفود. أول وفد مشيت له كان وفد بورسودان أو وفد الشريف كان لغاية النور النور حمد وكان فيه مصطفى مصالح وكان معانا ثاني عز الدين صديق. وده كان وفد جميل جدا تعلمت فيه حاجات كثيرة جدا. بعدين لأول مرة كان الوقت ذاك صدر كتاب عودة المسيح وأول مرة أعرف فيها بعض الأشياء اللي في العقائد بتاعت الجمهوريين. يعني في واحدة من الجلسات الصباحية جلسة الصبح يعني يتكلموا كان الكلام على الكتاب ذاته عن المسيح وكذا فيتكلموا الأخوان بتذكر النور قال طبعا نحن الجمهوريين عندنا النور الأستاذ محمود هو المسيح. ودي كانت بالنسبة لي حاجة غير شوكينج يعني ما حاجة كانت جديدة لأول مرة وكذا فاتهيمت كذا أول حاجة. بعد ذلك قمت قعدت قريت الكتاب لكن الحكاية لحد أسع لحد الوقت ده يعني بالنسبة لي كانت كبيرة جدا جدا لكن قلت أصبر عليها فصبرت عليها وبنمشي نطلع على الحملات وكذا وبدا. أول محاضرة سمعتها للنور حمد كانت في نادي افتتنا السكة حقيقي في بورسودان وكانت فعلا يعني كانت محاضرة ممتازة جدا. وأتذكر أنا قلت طيب ما إذا يعني لسه ده مش داري بس يعني بيعرف الناطقية والقدرة على الكلام وبعدين الحجة الضاحضة القوية وكذا. وكان ناس سألوا أسئلة نفس الأسئلة اللي بيسألوها في الأفكار والنور كانت إجابات قوية جدا جدا يعني. فقضينا المهم الوفد بتاع الشركة وجينا خالد الكسلة وجبنا السيد الحسن برضه اتعامل فيها مجموعة من الأنشطة ولاقينا ناس خالد الحاج اللي كانوا في كسلة هناك وجينا الخرطوم. الوفد الثاني بالنسبة لي كان وفد بتاع الشمالية وكان بقيادة يحيى حسني. وذكر كان فيه معانا الفاضي يحيى حسن ده يحيى حسن في الكسلة وكان في الفاضي كان في ألف فاضي الدكتور لا فاضي من درسي أيوة الباقر العسل أيوة الباقر الفاضي صح اسمه الفاضي محمد علي أيوة الفاضي محمد علي وثاني في الوقت الداخ برضو حصلت فيها واحدة تانية من الشخص اللي تحصل للزول كانت في الموضوع بتاع الفيجيتيريانيزم ده الناس ما بياكلوا اللحم والناس مشددين عليه شديد شديد جدا. بعدين مشينا لعمك عثمان محدود في كريم عثمان محدود ده في رحلتنا فرح اصبر مع عبيد استقبلنا ليه كده وعزمنا في بيته عمل لنا عزومة كبيرة جدا جدا كلها لحم. بعدين يعني وقعدت أكل معانا شعر بأنه لازم ما بياكل يوم يشيل لهم
وخد قدامه، خد قدامه كده، خد قدامنا وما ياكل. ف هو مستغرب الحاصل شنو كويس. ف انا قلت له يحيى يا اخي انت في القصه دي ما تكلم عن ابو عثمان ده، ولانه يعني اذا كان القصه دي اوامر يعني جاي من السنتر، انه الناس بطلوا اكل اللحم وكذا عشان الوزارة يبطل معانا يعني. صحيح. ولا يقول لهم لحمه يعني الرايب يعملوا كذا. فتخيل ما عمل واحده من الاثنين دي يعني ضمن الحقيقه اللي هو مستغرب عليها. المهم في الموضوع ذاك وفدي كان نحن قرينا فيه اي بعدات اي كتاب انا ما قريته الفكر الجمهوري اللي قريته في الوفد بتاع الشمالية، وكان تجربة كبيرة جدا لأن قسمنا يعني في قرية ونبيع في الكتب ونعمل ندوات بالليل في القرى يجوا فيه الرجال والنساء، وكنت أنا المتحدث. دي كانت بقى تجربة بالنسبة لي مهمة جدا يعني، علمت فيها كيف أعرض الفكر الجمهورية بشكل ويرد على الأسئلة وكلام زي ده. وبرضه كانت فترة بتاع القراءة مكثفة، وكانت فترة بتاع العبادة مكثفة. أنا أتصور أنه أنا ملتان عملنا فيها حملة كويسة جدا، قعدنا فيها أيام نازلين مع واحد بس صديق، واصلنا بعد ذلك بالستيمر البابور لحد الجوة. كنا بنعمل وكان نغاش في البابور ذاته يعني، كانت بقى المحل اللي بنعمل فيه في النقاش ده بقت يعني الركاب كلهم بيجوا يحضروا. وكان في الوقت ذاك فيه برضه صادفنا مجموعه من الاخوان المسلمين كانوا ماسكين الاتحاد والواحده من الروابط في الجامعه، كانوا ماشيين برضه الجنوب، فجوا يعملوا يعني حاولوا يوقفوا الركن وغلبهم، جوا يعملوا معانا مناظرات اتهزموا، حالتهم بدأت مبشتنة جدا جدا يعني. فنحن قبل ما البابور دي توصل جوبا كنا يعني استولينا عمليا عليها. بقى ركننا ده بيجوا يحضروا الناس ما بيقدروا يعني المحل ما بيشيلوا، وبيكونوا واقفين بالشبابيك وكذا. فكانت برضه دي تجربة كويسة جدا جدا. كنا شايلين كتاب مشكلة جنوب السودان ومشكلة الحل بالانجليزي وبالعربي، وشارك كل الطبعة اللي عملناها لها بتكر 1000 كتاب بالإنجليزي. فمشينا في ظرف 3 يوم نحن بدناه كله، حولنا للخرطوم كم 1000 جنيه يعني، كانت قروش كثيرة جدا. والكتاب بالإنجليزي لما كمل بدنا بالعربي، فبقى الناس اللي يجي يشتري منك الواحد الكتاب بالعربي يقول لك انا والله ما بعرف اقرا، لكن ما دام بالانجليزي ما في اشيله بالعربي يمكن يقرا زول يقرا ويترجم لي يضرب يعني. فبعناه، وبعدين الجنوب مشينا كله تقريبا، قسمنا برضه شرق الاستوائيه وغرب الاستوائيه، من الاثنين مشوا على القريب، ونحن انا والسير مشينا شرق الاستوائيه وصلنا توريت كويت وجينا راجعين. بعدك مشينا جاي، وكان اوريدي الناس اللي مشوا غرب الاستوائيه فطوا جاي، لكن مشوا على يامبيو ووصلوا وصلوا مريدي ويامبيو وجوا راجعين. كان وفدي برضه مهم جدا لانه كنا بنمشي في جامعه جوبا، وكان فيها اخونا عبد العزيز في جوبا الوقت ده، وكان بيعمل ركن النقاش، وجينا عبد الله يمس عمل ركن النقاش باللغه الانجليزيه، وده يعني جاب كميه كبيره جدا من الطلبه عشان طلع الامريكي اللي هو جمهور الفن. وانا قدمت مجموعه من اركان النقاش بالعربي، وكانت تصدر جريده في الجامعه بزرار صلى الله عليه وسلم بالانجليزي، وكان يعني في حركه ووجود واضح جدا للجمهوريين الوقت ده في مدينة جوبا. ده برضو كان من
من المفروض المهمة. جينا راجعين بالاستيمر لحد لحد كوستي و دي الضغط هنا لك فيها الناري برضو رهيبة جدا لا تنسى دي شيء معي جبا. ده كان برضو مشينا وفد الغريب والكردفان المبيض ومشينا كادوغلي و الدمي ومشينا الرحل ومشينا بعرة وبرضو ده كان المفروض المهمة يعني الواحد استفاد منه فائدة كبيرة جدا. الشاهد في الأمر أنه من خلال الوفود الواحد شاف السودان كله تقريبا ما عدا دارفور. وكنت أنا مخطط أمشي دارفور حقيقة. مشينا وفد ثاني بتاع بشير بكار. وفدي كان في الجزيرة. مشينا هو الحصحيس والمعيلي والحتات دي كده المهم. بيتنا في الجزيرة وجينا غنيين. دي كانت من برضه التجارب المهمة من الواحد في خلال الفترة الهجرية. أنا طلبت من الأستاذ إني تكون عندي جريدتي خاصة. ما كنا دائما بنشيل جريدة الجامعة ونمشي نعلقها بعد يقروها نفرتقها نمشي نعلقها في كلية التربية. تكون دائما بايتة يعني. فأنا طلبت من الأستاذ أن تكون عندنا جريدة نعمل نصدر زي ما زي بيطلعوا جريدتهم في السنتر هي طلع جريدتنا ونحطها هنا. الأستاذ وافق على الحاجة طبعا والحاجة اعترضوا عليها الناس الرابطة رابطة الطلاب الجمهورية. لكن لما مشيت للأستاذ الأستاذ قال لي تعال تكون عندك جريدة. عملناه لقينا نصدر الجريدة مرات تشترك في مواضيع مع الجريدة بتاعت الجامعة ومرات بيكون عندها مواضيع خاصة. دي واحدة من الحاجات. برضو طلبت أن يكون عندنا ركن ثابت في كلية التربية. لأنه كان الركن بيجينا مرة دائما ما كان في ركن منتظم. فعملنا الركن بانتظام بيجي في داري ويجي فيه الجراي جات فيه أسماء جات فيه بدر إسماعيل بين الناس الجور وقدموا الرقم بتاعنا. فبنمشي طوالي وبنقدم الانطباعات بين الرقم ثابت يحصل ويجي فيه الانطباعات. يوم من الأيام أنا قدمت جان عبد الله النعيمي. عبد الله النعيم عمل مناظرة مع واحد اسمه برات محمود برات. محمود برات ده يعني زول منتهي يعني زول مريض نفسيا حقيقة. ده غير بتاع التربية؟ يعني زول هو مهووس وفي نفس الوقت مجنون. صح. عنده معروف عن الحالة النفسية يعني. فكان في مناظرة مع عبد الله النعيم. كان حاجة يعني بعيدة جدا برادة لكن وبيعمل حاجات عبيطة وعويلة لكن الطلبة يضحكوا كده وبتاع واحدين يصفقوا له وطبعا معجبين به الإخوان المسلمين وكده. عبد الله النعيم كان المقارنة تنقطع بينه وبينه. كان أول حاجة محدد وشارب كان واضح فيه يعني أكثر حاجة كان الطلبة عبروا عنها قالوا جزر مؤدب أدب شديد وما في إسفاف ما في ولا بيهتم ذاته بالمعادلات بتاعت الزول يعني كده. المهم في الموضوع أنا بقدم في الانطباعات دي بتاع المناظرة بتاعت عبد الله النعيم مع محمود برات. قام الأستاذ محمود قال الآن بس أنا عملت انطباعاتي وبعدتها. لأن الآن التربية استقلت وأنه باطل من بكرة كمل الأركان بتاعته في التربية.
دي كانت انا برضه حاجه من شوكين كده يعني بحطها يعني بالنسبه لي بقت التجربه انه بكره اعمل الحكم بتاعي. فدي كانت تجربه عجيبه جدا معاي. الوقت ده التزم معاي واحد ثاني اللي هو ابراهيم. ابراهيم التزم معلم في الجامعة. ابراهيم طويل كده من قرية الجزيرة. انا سألت اسمه ابراهيم. فكان قاعدين نحن الاثنين. بعد شوية جو كم نفر كده من ضمنهم اصحابي اللي بيجنبوني يعني سيف وكده. واحد بتذكر لحد الان يعني كان مغلوظ جدا من الاخوان المسلمين لانه كان الايام دي كان الاخوان المسلمين اخترقوا كده السفارة السعودية. فبيقى انه ما في زول الاخوان المسلمين ما راضين عليهم ممكن في السعودية. طبعا الزمن ده الطلاب بس تخرجوا في السعودية وكلهم عندهم امال كبيرة جدا انه الواحد يمشي السعودية طوالي وبيبقى مغترب وكده اللي بيحرموه ده بيكون تعيس جدا بيكون حزين. الاخوان المسلمين بيقوا اي زول معارضهم بيقوموا لما نمشي يعمل المعاينة في السفارة السعودية ما بدوه ما بيقبلوه. فقعد معي وقمت عملت الركن. عملت الركن وعملت مقدمة وابتديت أجاوب على الأسئلة وكذا. المهم أول تجربة وأنا ما راضي عنها شعر بأنه ما. لكن بعد ما انتهت قمت قبل ما نمشي الثورة عشان نعمل الريبورتينج الانطباعات وكده قمت جبت ابراهيم. ما هو انا وابراهيم بس وقلت له تعال نقيم الركن ده رايك شنو. ابراهيم قال لي يا اخي اجابات الطويلة وقاعد تكرر. قلت ثاني ما تكرر وما تعمل اجابات طويله زي كده. قلت والله ده كويس جدا. فالمهم قمنا مشينا وعملنا الانطباعات. بقى الانطباعات انا كنت امين جدا كلامي اللي لسه قلته ده قلته كله اللي قدام الاستاذ اضحك. وقام بعد شويه قال لي ما المزامير الحي لا تطرب مزامير كده وحاجه زي كده يعني. فقال لي واصل شوية الناس بيستمعوا لك وبيجوك. فبالفعل واصلت يعني واصلت الأركان لحد ما بالفعل يعني شعرت بأني استابلش الركن حقي وبيجوا في ناس بيجوا وبيجوا الركن عامر كده. وواصلت لحد ما بعد ذلك طلب مني أنا مش أقدم أركان برا الكلية وبنيت أقدم في الفرع وأقدم في كلية الفنون. و آخر الأركان اللي قدمتها كانت في الفرع أيام الاعتقالات يعني دي كده. ف دي فيما يتعلق بتجربة الأركان يعني. عايز أقوله أنه نحن طبعا نشطنا في كلية التربية نشاط كبير جدا زي ما ذكرت في الأول. صرنا يكون عندنا جريدات يكون عندنا وكنا انا كان عندي احساس قوي جدا جدا بانه يعني بتركيز العمل في كليه التربيه من اكثر حاجز انه يكون دائما في جمهوري واحد بس لي. وبالفعل ابتدى يكون في التزام يعني التزم ابراهيم محمد احمد التزم بعد شويه اخونا من اولاد جبال النور كان في الرياضيات. بعد شوية التزم عبد الله عثمان. بعد شوية يعني فابتدينا بعد شوية جاء بدر الدين. بعد شوية جاء المليح. فابتدينا نكتر في كلية التربية. وثاني جينا اسمه حاسم ونزيهة طبعا. فبعد شوية بتكثيف النشاط أصبحت كلية التربية يعني ما تكون في مجموعة من الطلبة قاعدين يتكلموا مع بعض إلا بيتكلموا في فكرة الجمهورية.
وانا بتذكر مره من المرات قلت حكيت للشيخ علي قلت له تعال نمشي سوا هنا بالمسا بعض المره كده قلت له تعال نمشي من ما نخش الباب بتاع كليه التربيه لحد ما نصل غرفتنا نحن هناك لأنه مر على كل التجمعات اللي أولاده قاعدين في المجايل والبنات وكده ونشوفهم يتكلموا في الشغل ما حصل جينا جم ناس إلا ولقيناهم الرسالة الأولى والرسالة الثانية ويتكلموا حول الفكرة الجمهورية يعني خلاص بقت دي ده حديث الناس في داخل الكلية بعدين لقينا قدر ما نمشي نحن للأستاذ نلقى كمية من الطلبة والطالبات من الكلية هناك بيجوا يجوا براهم يجوا يزوروا الأستاذ بكميات كبيرة الأخوان المسلمين طبعاً بطريقة الخبث بتاعهم برضو لما شعروا بالوضع ده يعني زي انزعجوا بيجوا يرسلوا ناس منهم يجوا يعني زي جواسيس كده زي اللي يتجسسوا وبتذكر جاء ثلاثة بنات أخوات مسلمات جن وزاروا الأستاذ وقاعدين مع الأستاذ في الأوضة وقدم أنفسهم للأستاذ باعتبار أنهم حاجة غير شخصياتنا الحقيقية وغير أنهم طالبات في كلية التربية في أثناء ما ده حصل جاءت خاشة محاسن محمد خير فلقت البنات وزميلاتها في الكلية بتعرفهم وسلمت عليهم بأساميهم فجأة البنات ديل بعد شوية قامل وانسحبت زي جن جري يعني من طلب الأستاذ ومشوا مرضوا فالأستاذ سأل المحاسن من هناك قلت لدي من الطلبة ديال طالبات معي في الكلية فالأستاذ قال لها غريبة هم قدموا أنفسهم على اعتبار حاجة تانية يعني نسيتها أسأل ليش بتذكر الحادثة أي فكانت من الحاجات ال 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 عجيبة جدا أنا تناولتها في أركان النقاش اللي كنت بعمله في الكلية يعني و فالبنات ديل بيجوا يعني بيجوا يهربوا من أركان النقاش وكذا فالمسألة بتاعت إنه الطلبة بيجوا خلاص فتقربهم يعني سالك يجوا على بيت الأستاذ ويقعدوا كذا والنقاش والقراية والمسائل كلها حول الفكر الجمهوري أزعجت الأخوان المسلمين جاء عليها كلام الأستاذ في الحديث عن القصير الواحد ويتكلم فيها عن انه الجمهوريين هم معلمين في الاساس وانه قال هو كليه التربيه مقبله بكليتها على الفكر الجمهوري طبعا الكلام اتنشر ونحن علمناه في الجامعه لانه ثاني يوم مباشره الاخوان المسلمين ابتدوا يطلعوا في شكل اشاعه أنا الأستاذ قال شنو قال أنا المسيح ولا أنا المسيح ولا أنا نصير أنا ابتدت تكون في شكل إشاعة فنحن قعدنا وبتذكر يعني مع دالي وعمر والجماعة ولما نحن شايفين أنه عشان ما نكتب الدش في يد الإخوان المسلمين الكلام كان بصدق يتنشر ويتخطاهم بس عشان ما يعمل حول كأنه في هم جابوا كأنه طلعوا جسسوا طلعوا أسرار وبالفعل يعني الكلام انطبع ويتعلق في النشاط فالقصة طرشلت من أول لحد الأخيرة والناس ابتدوا بعد ذلك الناس دالي اتكلموا في الأركان على أنه شنو مثلا تقصير الواحد من القصير الواحد وكذا فانتهت يعني الحاجة كانوا الأخوان المسلمين دارين يستغلوها ما قدروا يستغلوها لكن حديث الأستاذ عن أن كلية التربية مقبلة بكليتها ده أزعج الأخوان وخلاهم يرصدوا ميزانيات ضخمة للطلاب بتعلمهم في الكلية وجابوا كوادر إضافية يعني تشتغل في الكلية وكثفوا النشاط بصورة كبيرة جدا للجمهورية ودي المرحلة الظهر فيها عبد السميع وبيجي يجي رجل في كلية التربية ويتكلم ودي المرحلة الظهر فيها الود السيد اسمه عبد الرحيم عمر محي الدين كويس
وده برضه جه طبعا الاستاذ وقال له ادبه بصوره كبيره جدا جدا، وكان خالف قراعه قدام الاستاذ وكان يقول له انت يا محمود كلام زي ده يعني، وحاجه كانت سيئه جدا جدا. وانه الاستاذ محمود يعني الجمهوريين والجمهوريات يعني الراجل ده من شده ما اساء الادب ما احتمله، حتى انه واحده من الاخوات دارت تقوم الاستاذ قال لها لا ابردي قاعده لا تقعد تستمع الكلام ده كله. عون الكريم موسى استاذن من الاستاذ عشان يرد، الاستاذ قال له ابدا، وقعد الاستاذ بس بعين ده كده، وده يعني بالغ في اساءة الادب، وكان معه محمد طارق من العمل، بالغ في اساءة الادب لدرجه خلت محمد طه محمد احمد يقول الاستاذ انا يا استاذ انا ما موافق ابعد نفسه من الحكايه دي. ف طبعا مشتكى نجاح ده في المركز الاولي سجلني بالله. حتى الضابط كنت سألها هنا حكت له وقالت له كده كده قال لها عفيت مني الضابط ست عفيت عليك عجيبة هاي لازم نقول شيء وغريب ده كاتب لها مقال بالله مقال لها سنة عادل الباز لما عادل الباز كتب مقاله ذكرى قرر زي رد عليه كيف وبيحكي لي ومشى من الناس اللي حضروا الاعدام طبعا. وفي واحده ثانيه اسمها بدري الباقر ديك كمان سيئه جدا جدا، وديك مشت حضرت الاعدام، لكن الفرق انه بدري الباقر لما جات مارجه من الاعدام بدا حصل لها انقلاب، اللي هي بتتكلم عن الاستاذ يقول والله ده صلاح الظاهر وده الرجال الظاهر واي شيء يتحدى كلام زي ده. وانا بحكي لي سوادنا السواد كان بيحب الجمهوريين يا سلام عثمان نور توفى يا الله عثمان عثمان سواد كلية التربية حصل لحاله سيد القطعات وبعد اي والشيد القطعات مين؟ كان صديقنا بيجينا طوالي لما انا اشتغلت في كلية التربية ايوه بس عثمان يوسف عثمان يوسف حكى لي قال لي مره جو راكبين معي الاثنين هو وعبد الرحيم ده وبدريه الباقر، قال لي بدريه الباقر كلهم قالوا تشوف الاستاذ ده لما جاء مهرب كيف صلاح بين عليه وشه، كيف شوف الرجال اللي كانت كيف شوف والله كيف كده، المهم كلام زي ده. قال لي عبد الرحيم ده كان يقول لها كلام زي ما كده. ف يعني فعلا هو يعني حد لحد اللحظه دي يحمل نفس السوء في نفسه. فالمهم ديل ركز جهود على كليه التربيه تركيز شديد، كمان دي تزامنت مع الاعتقالات بتاعت ناس الاستاذ ايوه اعتقالات قويه دي، وتزامنت مع انه الحركه وقفت في الجامعه، فبقى الجمهوريين ما عندهم نشاط والاخوان المسلمين كثفوا النشاط بتاعهم، وفعلا احدثوا تغيير. طبعا الطلبه تخرجوا كانوا بقت قدر ما تتخرج دفعه قدر ما خلاص الناس اللي بيعرفوا الفكره الجمهوريه ما قاعدين، وجات دفعه جديده عرضه للاخوان المسلمين، ودي اللي حملتني انا لما راقبت الموقف ده وشفته اكتب تقرير عن الحاصل في الكليه بالذات في الجامعه ككل، لكن في الكليه من خلال كليه التربيه يعني كانت تقرير عن كليه التربيه، كتبته في شكل رساله للاستاذ، الاستاذ كان في المنتقل وقلت فيه انه نحن العمل اللي عملناه الكبير والاثمر انه كليه التربيه تقبل على الفكره الجمهوريه ابتدينا نفقد، وانه لانه نحن وقفنا النشاط في حين ان الاخوان المسلمين
يعني راصدين امكانات كبيره جدا جدا ليغيروا الصوره دي في الكليه. وبعد ذاك يعني انا قلت للاستاذ ارجو انه يعني تسمح لنا بمعاوده النشاط في الجامعه ككل، حتى انه يعني نواجه المساله دي.